اهلا بحضراتكم من جديد. يعني لما اقعد افكر ان انا اتكلم معاكم على الاهلي هنقول ايه؟ يعني هنقول ايه على هذا الكيان الكبير، على المدرسه، على الامثله اللي بيضربها النادي الاهلي، على جمهوره، على وفائه، على اخلاصه، على اللي ماتوا، على اللي قاعدين، على اللي بيشجعوا، هنقول ايه ولا ايه؟ يعني بجد عمال افكر وانا جاي ان انا اكلمكم عن النادي الاهلي اقول لكم عليه ايه؟ النادي الاهلي هو اللي بيدي امثله في الاصرار والروح والعزيمه والثواني الاخيره. النادي الاهلي ضرب الحظ، النادي الاهلي الحظ يقول له انت مالكش معايا اي حاجه خالص. يعني الحظ يقول النادي الاهلي انا مش عارف ابقى اعمل معاك ايه؟ النادي الاهلي اللي يقول عن النادي الاهلي ما يعني مستحيل، النادي الاهلي ما يعرفش حاجه اسمها المستحيل، النادي الاهلي هو المستحيل نفسه. النادي الاهلي هو اللي بيفاجئك. هو اللي دايما بيمتع جماهيره. هو مصدر الفرحه والسعاده، ويعني كلام صعب قوي ترتبه، صعب قوي ان انت تقوله، صعب قوي ان انت تقول كل حاجه طلعها عن النادي الاهلي وقدمها خلال تاريخه الكبير والعريق ده. النادي الاهلي ما اداش حاجه للحظ، ادى امثله للحظ ازاي تستفيد منه في ثواني اخيره. يعني ضرب امثله كتيره جدا جدا ان انا اهزم اي حاجه فيها حظ. ممكن تكون مباراه او مباراتين عدوا منه لعب فيهم الحظ دور سلبي، لكن النادي الاهلي دايما بينتصر على اي حاجه. حاجه مفخره لكل واحد اهلاوي. يعني زي ما حكيت لكم قبل كده، الناس بيقولوا انتوا عايزين ايه مننا؟ عايزين تعملوا فينا ايه؟ يعني لما تيجي نتكلم على الجوال دي هنقول ايه؟ النادي الاهلي الثواني الاخيره، جول لعماد متعب في الكونفدراليه في الثواني الاخيره. نتكلم على بوتريكا في الصفاقسي. نتكلم على احمد فتحي في الزمالك. ابو تريكه في الزمالك، بركات في الزمالك، احمد فتحي في الجيش لو تفتكروا، احمد فتحي في المصري، علاء ميهوف في المصري، خالد جدالله في المصري مع حفظ الالقاب. يعني عايزين ايه؟ عايزين اكتر من كده، عايزين اكتر من الحاجات اللي بتشوفوها والنادي الاهلي بيديها والدروس النادي الاهلي كل يوم بيديها للناس. مع ايه؟ مع انك انت النادي الاهلي اللي هو طالع بصاروخ والناس عايزه تمسك فيك تشدك، لكن انت النادي الاهلي عمرك ما بتقع مهما الدنيا اتكتلت عليك، عمرك ما بتقع. سبحان الله، لان في ناس فعلا بتحبه بجد، في جمهور وراه بجد، في ناس اداره مهما كانت اسمها بتحبه بجد، بتخدم فيه بجد، اعضائه بجد بيحبوه بجد، اعضاء عموميه بيحبوه بجد، جمهوره اللي مات عشانه. امثله كل يوم بيديها النادي الاهلي، لعيبه ماتت كمان في الملعب. حاجه محمد عبد الوهاب، يعني حاجه فعلا يصعب اللسان ان هو يقول لفظ او يقول معنى او يقول تعبير في حجم هذا الكيان الكبير. يعني حاجه فعلا مدرسه اللي عايز يتعلم منها، للي عايز يطور نفسه، اللي عايز يشوف نفسه، اللي عايز يبقى احسن. حاجه فعلا روح ولون، فعلا لون دم ولون فانيلا وجمهور وكيان وانجازات. اللي عايز يعرف النادي الاهلي فعلا وروحه وانجازاته وحجمه لازم يسمع من خصومه، يقعد معاهم كده، يروح يلبس لبس تاني كده ان هو مش اهلاوي يعني، ويروح يقعد في وسط الناس ويسمع قد ايه الناس محروقه من حجم النادي الاهلي وبطولاته ونجاحاته وكل حاجه فيه. يعني فعلا عمرك ما هتلاقي كلام او هتلاقي جمل عشان تحصد انجازات وتاريخ وحجم ودروس وبطولات وكل اللي انت عايز تقوله قوله في هذا الكيان الكبير. عمرك يعني لو قعدنا نتكلم من هنا لسنه كامله مش هنلاقي برضو كلام يوفي بحق وحجم هذا النادي الكبير وهذا النادي العريق والعظيم اللي انا بقول الحمد لله الناس انتمت له، او الناس بتقول انا اهلاويه. دي نعمه فعلا من عند ربنا، بتشيل عليهم حاجات كتير قوي، بتفرحهم لما يكونوا زعلانين، بتشيل عليهم الضغوطات. يعني حاجه جميله قوي. يعني حته كده بقى نبعد عن الجو ده، الاستاذ الجميل عمرو اديب. يعني دايما تعرفين الاستاذ عمرو اديب دايما مشهور بتغريداته بكلامه بالانترو بتاعه لما الاهلي بيكسب. هو خلاص استاذ عمرو اديب خلاص قال لك هو النادي الاهلي عايز ايه؟ ايه كميه الحظ اللي في النادي الاهلي دي؟
يعني نزل تغريده، لو نعرضها يا جماعه يعني نزل تغريده قال هو في كده، يعني في كده قاعد يقول في كده زي ما حضراتكم شايفين، ان هو يعني بيقول انا تمتمت بالكلام ده بعد ما شفت النادي الاهلي بيكسب النادي المصري بهدف قاتل تعادل وهدف كمان قاتل فوز، وده نادي حظه غريب. والله العظيم يا استاذ عمرو ما حظ، واكيد حضرتك عارف ان هو مش حظ. الحظ ممكن يجي معاك مره، يجي معاك مرتين، يجي معاك ثلاثه، يجي معاك اربعه، لكن الحظ عمره ما هيجي معاك على طول. يعني الحظ عمره ما هيبقى معاك على طول على طول على طول، لا لا، في اراده، في روح، في ثقه، في جماهير قاعده قاعدين كده يعني فاردين ايديهم واثقين في فرقتهم قوي، لان هم عارفين ان فرقتهم دي رجاله ومقدرين يعني ايه جمهور بيحب النادي الاهلي وبيموت عشانه، فهيموتوا هم كمان في الملعب عشان يسعدوه. في ناس بتشتغل، في ادارات بتشتغل، في اجيال بتتوالى مع هذا النادي الكبير وهذا النادي العريق عشان يحقق الانجازات دي ويرسم البسمه على وجوه كل الجماهير الاهلاويه. الموضوع مش موضوع حظ، حظ مش هيجي لك كل ماتش في ثانيه الاخيره، الموضوع اصرار وعزيمه وقلب وروح ودم وزي ما انت عايز تقول قول. الموضوع عمره ما كان حظ، لو قلنا حظ مش هنقول عماد متعب في الثانيه الاخيره في الكونفدراليه، ابو تريكه في الثانيه الاخيره في تونس، بركات في الزمالك، ابو تريكه في الزمالك، عماد علاء ميهوب في المصري 84، احمد فتحي في الجيش ماتش الدوري اللي خدناه، احمد فتحي تاني في ماتش المصري، عمرو جمال في ماتش المصري، كتير جدا لو قعدنا نفتكر الكلام ده هقول لك الموضوع مش حظ. واكيد طبعا حضرتك عارف ان هو مش حظ، موضوع كبير جدا جدا جدا. الموضوع مدرسه علمت ومدرسه كبرت واجيال بتورث أجيال، يعني إيه نادي أهلي ويعني إيه روح، يعني إيه بطولات، يعني إيه جمهور مستنيكوا عشان تفرحوه، جمهور كبير قوي مش في مصر بس، جمهور في كل حتة، جمهور فعلا يستحق إن أنت تموت عشانه، فلازم تموت عشانه فعلا عشان تفرحوه في الأول وفي الآخر. النادي الأهلي عمره ما كان محظوظ. عكس الكلام اللي كتبه الأستاذ عمرو أديب، الأستاذ الجميل اللي أنا بحبه على المستوى الشخصي محمد محفوظ، قال لا، وطبعا زملكاوي جدا استاذ محمد، قال لا يا جماعه الموضوع مش موضوع حظ. تعالوا نسمع الاستاذ محمد محفوظ قال ايه بالصوت والصوره. من امبارح الى الان وكانه في غيبوبه كمشجع زملكاوي نتيجه المباراه اللي حصلت امبارح، مش عارف ايه الاصرار وايه العزيمه وايه التحدي وايه الروح الجباره اللي موجوده عند لعيبه وجماهير النادي الاهلي. ايه الفريق اللي دايما رافع راس جمهوره بالشكل ده؟ لاخر دقيقه مغلوب لسه 3 دقايق والمباراه تنتهي ومغلوب 1-0، خلاص الانسان ممكن يوصل لمرحله للياس والاحباط ويسلم نمر زي ما بيقولوا، لكن في اصرار وفي تحدي وفي عزيمه، لسه 3 دقايق والاهلي يجيب جولين ويفوز بكاس مصر. وتقريبا والله اعلم دي ثقافه موجوده عند لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، لان سنه 84 نفس القصه بالظبط في نهائي كاس مصر والمصري البورسعيدي متقدم 1-0 ولسه ربع ساعه، ويقدر النادي الاهلي يفوز ايضا 3-1. فتقريبا والله اعلم فريق عارف دايما ان في هدف وفي اصرار وفي تحدي وفي عزيمه وعدم الياس، في اخر 3 دقايق يجيب جولين. بنقول يعني شكرا يا استاذ محمد على كلامك، بس يعني انت اكتشفت الكلام ده متاخر. النادي الاهلي طول عمره كده، النادي الاهلي يعني اكيد انتوا طبعا مع كل احترامي انا عندي صحابي كتير قوي زملكاويه، يعني هم عارفين النادي الاهلي يعني ايه، بس طبعا فريقهم واكيد طبعا بيخافوا على فريقهم وبيحترموه ونفسهم طبعا يبقى زي النادي الاهلي، لكن الموضوع النادي الاهلي لا، موضوع كبير قوي 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 قوي، كله هيعرف قيمته بعدين. دي الناس تطلع تتكلم باللي شافته، تتكلم في فعلا كلام يستحق ان هو يقال، وطبعا احنا بنقول طبعا اكتر من كده بكتير وبنقوله من قلبنا، هو بيتكلم الراجل طبعا من قلبه، لكن في ناس للاسف الشديد استفادوا من النادي الاهلي، ويعني استفادوا كتير قوي من النادي الاهلي، وبالرغم من كده ممكن يطلعوا يتكلموا عليه، وفي ناس مش فاهمه بتطلع تتكلم محسوبين ان هم اهلاويه، لكن طبعا الاهلاويه الحقيقيين
والناس مختلف المشجعين اللي بيشجعوا انديه ثانيه عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي. اللي قلت لكم ان احنا مهما نتكلم يعني عن النادي الاهلي ونتكلم على انجازاته وبطولاته وحجمه وكيانه وجمهوره واداراته وعماله، حاجه مفخره لاي حد بينتمي للنادي الاهلي. يعني تعالوا نشوف كمان الزميل العزيز هاني حتحوت قال ايه على ملك الدقائق الاخيره اللي هو النادي الاهلي. يلا. موسم الكره المصريه 2016 2017، وبالاكسترا تايم يتوج الاهلي ببطوله الكاس للمره 36 في تاريخه. لا تحتفل حين تتقدم على الاهلي، احتفل فقط حين تفوز على الاهلي. بينما كان الكل يتاهب لاعلان المصري بطلا للكاس للمره الثانيه في تاريخه بفضل تقدمه على الاهلي في الدقيقه 102 من مباراه النهائي، انقلبت الايه فلا تامنن غدر الكره، او عفوا غدر الاهلي. هدفان في الدقيقتين 116 و120 امنا للاهلي لقبا غاب منذ 2007 وثنائيه دوري وكاس للمره الثالثه عشره في تاريخه، او ربما المره الرابعه عشره في تاريخه. اخطاء الماضي تتكرر من جديد في المصري البورسعيدي. في عام 1984 سجل حسام غويبة هدفا للمصري في شباك احمد شوبير قبل ربع ساعة من نهاية مباراة الكأس، تحديدا في لقاء النهائي، لكن هدفا لعلاء ميهوب في الدقيقة 90 ايضا فرض شوطين اضافيين سجل فيهما ميهوب نفسه وخالد جدالله هدفين اخرين ليتوج الاهلي بالكأس. وبعد 33 عاما عبد الله بيكا يتقدم للمصري، وعمر جمال واحمد فتحي يردان بهدفي التتويج. لا تحتفل، لا تتشتت، لا تسرح، لا تفترض انتهاء المباراة لأنها أمام الأهلي لم تنتهي بعد. الأهلي حتحوت ما عندوش مستحيل، الأهلي هو المستحيل فعلا، الأهلي هو المستحيل. أنا عايز أقول لكم على حاجة، الأهلي بيفرح كل الجماهير يا جماعة بنسب طبعا، يعني الأهلي بيفرح جمهوره بنسبة كبيرة جدا، بنسبة مثلا 90% لما بيكون كسبان، وبفرح جمهور الخصوم لما بيكون خسران. يعني الاهلي هو مصدر السعاده الوحيد حتى وهو خسران. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام كابتن ياسر ريان، كابتن ماهر همام. فاصل ونواصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد، يعني انضم لي ضيوف كبار كباتن مصر النادي الاهلي، كابتن كبير كابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بك. اهلا بيدو. اهلا بيك، نور وحشنا. وحشنا بيدو. عاملين ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام. كله تمام يا حبيبي. ايضا نجم مصر الجناح الطاهر كابتن ياسر ريان. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا كابتن. انتوا متفقين عليا لابسين تيشيرتات بقى و تيشيرتات بس ده احمر مش فوشيا. احمر مش فوشيا. لا فوشيا، بص طالع فوشيا. انت اللي جبت الكلام. منورنا مشرفين. ربنا يخليك. يعني كنا بنتكلم قبل ما حضراتكم تشرفوني على طول، بنتكلم عن قيمة النادي الاهلي، القيمة الكبيرة اللي ما نقدرش يعني نحصد قيمة الاهلي في سطور او في حتى في كتاب. يعني ممكن تقول ايه يا كابتن ماهر؟ طبعا حضرتك رمز من رموز النادي الاهلي. وبحيي ياسر طبعا، بقالي فترة ما شفتوش. اهلا بيك يا ياسر. لو تفتكر يا ميدو احنا كنا عملنا حلقة كان معانا كابتن عصام عبد المنعم وكنا بنتكلم عن النادي الاهلي. طبعا وشياكة النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي ومجالس ادارة النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. فيمكن الحلقة دي كانت من الحلقات الجميلة اللي كابتن عصام يمكن ياسر اتفرجت عليه. اتكلمنا على شياكه النادي الاهلي من رموز السابقين. يعني النادي الاهلي طول عمره النادي الاهلي، النادي الشعبيه، النادي الكفاح ضد الفساد وضد الاستعمار وضد الانجليز. وكابتن عصام حتى قال لك ان علم مصر اتاخذ منه حتى زي النادي الاهلي بالنسبه للابيض وبالنسبه للاحمر. ويمكن رؤساء النادي في هذه الفتره يمكن زعماء الثوره احمد عرابي وسعد الزغلول ومصطفى كامل، وده اذا كان بيدل يا كابتن ميدو ان احنا طول عمرنا اتحطينا في مؤسسه، اتحطينا في نظام مبني على التخطيط، مبني على الكفاح، مبني على الاصرار، مبني على النظام. وتتورث بعد كده الاجيال ومجالس الادارات اللي جت بعد الرموز الكبيره ديت. قدر النادي الاهلي يجي له رموز زي فادي المرتجي يتولى رئاسه النادي الاهلي، كابتن صالح سليم يتولى رئاسه النادي الاهلي، كابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، الله يرحمهم بقى طبعا كلهم، الكابتن حسن حمدي، وبعدين يليهم الاستاذ المهندس محمود طاهر. كل دول بيهم مجالس ادارات شربوا ورضعوا بلغه الكوره مبادئ النادي الاهلي. كلمة كبيرة جدا، وكلمة خد بالك ما يعرفهاش الا فعلا اللي عاش وتربى في احضان النادي الاهلي. كل دول كانوا مدارس بتتورث وبيسلموا الراية لبعض
في مبادئ النادي الاهلي، نظام النادي الاهلي، صناعه الرياضه في النادي الاهلي، انجازات النادي الاهلي، الثورات والجولات اللي احنا بنشوفها للنادي الاهلي. المجلس ده بيكمل مشوار كل المجالس اللي فاتت. المجلس ده عاش 3 سنوات، الامور كانت صعبه بالنسبه له جدا في البدايه، يعني المجلس شاف صعوبات يميده في خلال توليته لهذه المهمه، منها نص المجلس يا ياسر مع الاسف بقاش موجود في المشوار الكبير. انت عارف النادي الاهلي مؤسسه كبيره جدا، محمود طاهر تولى والمجموعه اللي معاه عبء كبير جدا في ال3 سنوات دول، ان ازاي يرتقوا بالنادي الاهلي من ناحيه البنيه الاساسيه، ازاي يكملوا المشوار ورا المجلس السابق، ازاي يعملوا بنيه اساسيه لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الجمعيه العموميه اللي اثقت فيهم. النهارده بيدوا في نتاج هذا المشوار، الانجازات اللي احنا بنشوفها في جميع الالعاب الجماعيه او الفرديه للنادي الاهلي، ومنها كره القدم اللي كل الجمعيه العموميه بتشد على ايدين هذا المجلس، خدوا بالكم من الكوره، خدوا بالكم من فرقه الكوره، خدوا بالكم من البطولات. النهارده بيرد المجلس ده بشكل كبير جدا عن ثقه. النادي الاهلي بيحقق بطولات وبيحقق انجازات بصراحه مسبوقه وبتحسب لهذا المجلس. النقطه الثانيه المهمه اللي يمكن نجحت المجلس ميدو وياسر، ان فعلا المجلس قدر يجيب النواقص زي اللجنه الفنيه كانتش موجوده، قدر يجيب لنا الكابتن الشيخ طه اسماعيل والكابتن انور سلامه، يجيب لنا مدير فني مع القطاع علاء ميهوب ورجالته، قدر يجيب لنا حسام البدري واختيارهم كان اختيار سليم ابن ابناء النادي في هذه المرحله، هو القادر على انه يقدر ينقل النادي الاهلي في خلال هذه الفتره. قدروا يجيبوا لنا لعيبه على اعلى مستوى، النهارده اللعيبه 29 لعيب من اميز اللعيبه اللي موجوده في الكره المصريه والعربيه ويمكن والشرق الاوسط. نتاج كل الكلام ده بيدو لبطولات، وبعدين وراهم بقى طبعا جمهور عاشق للفانيله الحمراء، اللاعب رقم 12 اللي بيساند هؤلاء اللاعبين المميزين في تحقيق هذه الانتصارات الجميله. اكيد يا كابتن ماهر، يعني برضه كابتن ياسر ناخد منك كلمه برضه، طالما اتكلمنا عن النادي الاهلي طبعا برضه زي ما احنا بنتكلم يا ميدو على بنقول اللعيبه بتسلم جيل بيسلم جيل، برضه هي زي ما كابتن ماهر اتفضل واتكلم، مجلس الادارات برضه اجيال بتسلم اجيال. وممكن احنا كنا انا هتكلم على العصور او العصر اللي انا عاصرته مع كابتن صالح سحسليم، كان دي بدايتي. دي طبعا بدايتي ده رموز النادي الاهلي كلها رؤساء النادي الاهلي. فحته وجودي كان في النادي الاهلي كان من اول الموقف اللي قابلني هو مع كابتن صالح سليم. اللي انت تقابل كابتن صالح سليم رمز من رموز النادي الاهلي اللي كل الناس كانت بتتكلم عليه، شخصيته وقدوته النادي الاهلي، حبه للنادي الاهلي، ازاي كمان انت بتشوف معاك ناس في مجلس الادارات بتشوف الاحترام المتبادل بينهم، ومين يطلع يتكلم ومين ما يطلعش يتكلم، ومين المسؤول اللي هو يطلع يتحدث عن مجلس اداره النادي الاهلي. ففي منظومه ناجحه، المنظومه الناجحه دي ما بتجيش من فراغ، ما بتجيش من فراغ، تعود كده اللي بيبقى فيه فيها حاجات بتبقى اجيال بتاخد من الكابتن ماهر ماسك منصب مدير قطاع او ماسك مدير فني او بياخد من سياسته الشغل اللي هو خده قبل كده من قبليه. فاحنا الحمد لله حتى لاحظ تلاقي قواعدنا وانت جربت فتره فينا ده، تلاقي الاحترام اولا للاعيب الكبير بيحترم الصغار والصغار بيحترم الكبير، الصغير عارف اللي الكبير لاحترامه وعارف توجهاته وعارف اللي هو بيحب النادي الاهلي وبيخاف على النادي الاهلي. حاجات كتير قوي 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 انت شربتها واحنا بنشربها من اللي احنا شايفينه جوه النادي الاهلي. اكيد يعني يا كابتن ياسر زي ما انا قلت ان هو الكلام عمرنا ما نعرف نحصره بالظبط على كيان كبير زي النادي الاهلي. اتفرجت على الماتش فين يا كابتن ماهر؟ الحقيقه اتفرجت في البيت لان انا كان عندي شغل في نادي الصيد، وبعدين خلصت وبعدين رحت على البيت على اساس ان بقى اوفر المناخ الهادي اللي اقدر اركز فيه. بس كنت متوقع السيناريو ده؟ بص يا ميدو عايز اقول لك حاجه، احنا بقالنا فترات بنتوقع سيناريو النادي الاهلي في مباراه النهائيه بهذا الشكل، ان النادي الاهلي يحقق انتصاراته ويحقق البطوله، ودي بترجع لعوامل احنا بنثق قوي في لعيبتنا، بنثق قوي في جهازنا، بنثق قوي في مجلس ادارتنا، في جمهورنا. زي ما قلت لك يا ميدو اللعيبه اللي موجودين 29 لعيب دول بصراحة يعني مميزين بشكل كبير جدا، يعني أنا مش عايز أقول واحد على حساب التاني، لا هم كلهم يمكن جميع الخطوط الثلاثة، واخد بالك حتى البدلاء الاحتياطي اللي موجودين بره من اللعيبة المميزين.
المباراه دي كانت الخبره واللياقه البدنيه هي اللي هتحسم. يعني كلنا احنا كفنيين لما كنا بنتكلم قبل المباراه كنا بنتكلم بنقول ان مباراه النادي الاهلي هيحسمها الخبره، خبره لعيبه النادي الاهلي واللياقه البدنيه اللي موجوده عليها النادي الاهلي. دي حقيقة. وده نتاج ان النادي الاهلي موجود رجليه موجوده في الملعب، واخد بالك يا ياسر ميدو؟ فديت كانت مديانا البوش او كانت مديانا الطمانينه ان النادي الاهلي قادم على احراز هذه البطوله وكاس مصر. اي نعم الخصم مع احترامي لحسام حسن والجهاز الفني واللاعبين والنادي المصري والنقله اللي عملها حسام حسن للنادي المصري خلال سنتين، لكن زي ما قلت لك ان حسام حسن عارف ان النادي الاهلي خبراته هترجح هذا اللقاء، اللياقه البدنيه اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي هترجح، الجانب التكتيكي اللي موجود عليه لعيبه النادي الاهلي، الجانب المهاري اللي موجود عليه لعيبه النادي الاهلي، كل الحاجات دي بيحطها في الاعتبار حسام حسن من خلال شكل وادائه لهذه الاستراتيجيه لهذه المباراه. زي كمان دوافع النادي، لعيبه النادي الاهلي عامه متعودين البطوله. والدوافع اللي اتكلم عليها ياسر لان اللعيبه كانت عندها تصميم وعزيمه بعد اخفاقنا في البطوله العربيه. بالزبط. ان اللعيبه كانت كلها عندها تصميم وعزيمه انها تحقق بطوله كاس مصر اللي بقاله يمكن اكثر من 10 سنين ما حققناهوش، فالنهارده بيحققوا بطولتين من اغلى البطولات اللي موجوده في مسابقه الدوري المصري هذا العام. اكيد اكيد. يعني كابتن ياسر من الصعب قوي انت تلعب كل ماتش بتلعبه ضد النادي الاهلي، الفرق بقى عندها دوافع. عايز اقول لك ان يعني خلينا نتكلم بواقعيه، المصري كان عنده دوافع اكتر منك، لكن انت بتلعب باسم النادي الاهلي اللي هو انا النادي الاهلي، لكن مصر عنده دوافع، حسام حسن وابراهيم عندهم دوافع مش طبيعيه ان انا اعمل حاجه انجاز في تاريخ حياتي. المصري بقاله فتره كبيره جدا ما خدش كاس مصر، زي ما شفت استاد بورسعيد كان مليان ازاي، كانت ماليه الاستاد يعني، والنادي الاهلي بيكسب برضه. بص هقول لك على حاجه، لازم برضه نعترف ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم عملوا فرقه كويسه، وهم عندهم اصلا من جواهم هم عندهم ميزه كويسه قوي، حته الدوافع اللي بتتكلم عليها دي موجوده عندهم هم حتى بيلعبوا. بالزبط. يعني دي موجوده ما عندهم، وده غرزوه جوه لعيبه النادي المصري. لعيبه النادي المصري دلوقتي برضه من الفرقه اللي بقت لها شكل، من الفرقه اللي هي بتلعب بتكتيك كويس جدا، من الفرقه اللي بتلعب عندهم روح. هو ده حط جواهم غريزه اللي انت تلعب. بس هو خد المباراه الاخيره مباراه الاهلي والمصري كابتن حسام حسن، يعني انا يعني كل مدى حسام حسن بتحس ان خبراته اللي هي في اداره المباراه بتزيد. يعني حتى ما كان بيبقى بينفعل كان بيبقى مشدود، كان ليه هو واخد اللي هو كانه كان بيلعب. فانا بصراحه يعني انا بشكرهم على اللي عملوا فرقه محترمه وهما دي من جواهم. لكن يعني لو جينا على شكل المباراه والشكل النادي الاهلي بيلعب بيه، انت كنت بتسال الكابتن مارس سؤال، يعني انت كنت متوقع ان السيناريو مش كده؟ ده طبيعي على فكره عندنا في النادي الاهلي، اللي انت ممكن توصل للدقيقه 98 وانت عارف النادي الاهلي ممكن يتعادل في الدقيقه 92 93 خلاص. ده مش حاجه مش جديده على النادي الاهلي او على لعيبه النادي الاهلي، ومرت ظروف كتير قوي معانا واحنا بنلعب واحنا بنتفرج واحنا موجودين، اللي انت في الدقيقه 90 وانت من خسران انت متوقع ان انت ممكن تتعادل وممكن تكسب، وده اللي حصل، وده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي. عشان كده احنا بنكسب في الوقت الضايع ليه؟ علشان لعيبه النادي الاهلي في اخر دقيقتين ثلاثه هم مش مركزين في الدقيقتين ثلاثه، هو مركز اللي يجيب جون. الفرقه اللي قدامك بتبقى برده الدقيقتين ثلاثه اللي بيقع على الارض واللي بيبقى ماسك رجله فبيضيع وقت بيبقى بره. هو في الوقت ده لعيبه النادي الاهلي بتبقى عايزه التعادل، واللي بيجتهد وبيوفق، والدليل اللي انت جايب جونين في الاكسترا تايم، واذا ما كابتن ماهر برضو اتكلم، انت عندك حاجتين لعيبه النادي الاهلي الحمد لله، عندك عنصر الشباب وعندك عنصر خبره في المباراه، وعندك اللياقه البدنيه اللي انت لعيبه النادي الاهلي تقدر تادي اكتر من 90 دقيقه، ما شاء الله حاجه تحتسب لهم. وخاصه لعيبه النادي الاهلي هم متعودين على الضغط النفسي والعصبي، وعارفين اللي المباراه دي بالنسبه لهم مباراه فاصله ومباراه كاس، وبالنسبه لهم كمان هم عارفين المباراه ما ينفعش النادي الاهلي يدخل بطولتين ويطلع منهم بسهوله ايا كان، حتى لو بطوله بشكل ودي. فعشان كده الماتش الكاس الاخير ده بامانه لعبت الماتش، وبرده في نفس الوقت برده كابتن حسام البدري بامانه والجهاز الفني عبء عليهم كبير جدا، سواء في بطوله الدوري وبطوله افريقيا وبطوله عربيه وبطوله كاس مصر، كل ده حاجات كلها انت عارف ضغوط الجهاز الفني في النادي الاهلي غير اي فرقه. أكيد. ليه؟ كل مباراه زي ما انت برضو اتكلمت وقلت يا ميدو، اللي كل فرقه بتلعب النادي الاهلي بتبقى ند، وده حقيقه. ليه؟ لاعيب النادي اللاعب اللي بيلعب قدام النادي الاهلي عايز يظهر بشكل كويس، وفي نفس الوقت عايز يكسب النادي الاهلي، حاجات كتير ليه دوافع كتير قوي، لكن لعيبه النادي الاهلي بتبقى اكبر من الدوافع اللي بتبقى بتقابله الفرقه الاخرى. اكيد اكيد. يعني برضو يا كابتن ماهر في نفس السياق،
يعني مش بنحلل المباراه، المباراه خلاص انتهت، لكن بنتكلم على كوميه النادي الاهلي ان هو بيرجع. بتفتكر ايه اللي يعني كابتن ياسر اتكلم، لكن برضو اخد وجهه نظرك برضو، ايه اللي بيرجع اللعيبه دي بسرعه كده؟ يعني مش بسرعه، ايه اللي بيرجعهم في اخر ثواني واصرارهم وعزمتهم وكمان بتكسب كمان؟ يعني انت مش بتتعادل ومستنى بقى ضربات الجزاء، لا ده انت بتتعادل وبتجري دي بالكره عشان تكسب. بص يا بيتو، شخصيه المؤسسه نفسها يعني شخصيه نادي القرن ما جاش من سهل، فالشخصيه دي بتنعكس بقى من مجلس اداره، اجهزه فنيه، اجهزه اداريه طبيه، زي ما قلت لك شخصيه اللاعب النادي الاهلي بتحس انه مميز عن جميع اللاعبين اللي موجودين في الدوري المصري او العالم العربي او الشرق الاوسط. تحس ان لعيبه النادي الاهلي عندها شخصيه، شخصيه في كل حاجه، شخصيه في التنظيم، شخصيه في الاصرار، شخصيه في الدوافع، شخصيه في البطل. وعشان كده النادي الاهلي متميز، عشان كده النادي الاهلي بينافس ريال مدريد اقوى نادي بالزبط في اوروبا بالزبط على الترتيب او على حصول على البطولات. يمكن النادي الاهلي، يمكن ريال مدريد المباراه الاخيره يمكن تفوق على النادي الاهلي بالبطوله دي، لكن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله فاضل له بطولتين السوبر وافريقيا، ان شاء الله نتفوق على ريال مدريد. هذه الشخصيه اللي بيتولد بيها لعيب النادي الاهلي من خلال مراحله السنيه او من خلال تواجده ومعيشته في النادي الاهلي، بتربي عنده الدوافع دي، بتربي عنده الاصرار ده. النادي الاهلي بيرجع حتى لو هو في اخفاق او هو خسران، تحس انك انت مش قلقان، يعني حتى لو فاضل بعض الدقائق، ودي اتعودنا عليها يعني من اجيال لاجيال، تحس النادي الاهلي بيرجع، بس النادي الاهلي بيرجع بس للمباراه بالظبط، تعرف انك انت ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكسب من خلال هذه المباراه. لكن الملحوظه اللي كانت واضحه في المباراه دي يا ميدو، ان النادي المصري اللياقه البدنيه بالنسبه له وصلت لمرحله الاجهاد الذهني، ده حقيقه، وده اللي حصل بعد احرازهم للهدف، ان هم ما بيقدروش ينظموا في خلال الفتره المتبقيه من المباراه، وده السبب زي ما بقول لك الاجهاد اللي وقع عليهم من خلال اللياقه البدنيه، وبعدين الاجهاد ده عمل لهم نوع من عدم التنظيم الدفاعي، واضح قوي ان حصل نوع من التشتت، عدم التمركز في الدفاع بشكل جيد، واصابه طبعا احمد دايما منصور، ايمن منصور ربنا يشفيه، اثرت بشكل كبير جدا الحته اللي ورا العمق العمق بالذات، حصل نوع من الخلل قدرنا نستغله بشكل كبير يعني. وبعدين عايز ارجع اقول لك يا ميدو ان خبره لعيبه النادي الاهلي حتى التغييرات اللي حصلت من حسام البدري كانت كلها معظمها تغييرات ايجابيه، ومنها عمرو جمال، يعني اختار عمرو جمال في وقت زي ما بقول لك الحته بتاعت العمق حصل فيها عدم تنظيم، حصل فيها نوع من الاجهاد، نازل مهاجم فريش قدر ان هو يتفوق طبعا على الدفاع المصري في الكره الثابته اللي اتعملت بشكل كبير جدا، التريك اللي اتعمل، وبعدين الكروس اللي اتعمل في المنطقه المؤثره قدر ينط يلعبها بدماغه. من هنا بقى حصل نوع من الطمانينه لكل الناس ان النادي الاهلي هيكسب. وطبعا احمد فتحي جول المميز بشكل كبير جدا، الهدوء اللي عند فتحي صراحة في الوقت ده، لا احمد فتحي لعيب كبير، لا مش هم، لا مش هم، بسألك على حاجه والله يا كابتن ماهر، هدف جميل، وهو يعني الهدف انا كنت متخيل يعني في بعد ما لا قلت عبد الله السعيد لا لعيب عملها، يعني الهدوء اللي هو داخل على الكره ويعملها بالشكل ده، مفيش حد على فكره قال لي يعني ده قال لي من ثانيه اللي هو يعملها كده ويحطها تشب من فوق حارس المرمى، لا وكمان ياسر يجي ازاي يمده في المكان ده، يعني انا اعتقد فتحي كمان يا كابتن ماجد باك رايت في العالم عمل الكره دي في التوقيت ده في الوقت ده، يعني صعب قوي، اعتقد ان يعني راجعونا يا جماعه كده شوفوا لنا كده الاهداف العالميه، في المكان ده ازاي، انا بستغرب يعني ازاي احمد فتحي جه في المكان ده، حسد الدفاع عنده الحسد الدفاعي، فزي ما انت بتقول بقى دوافع النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اصرارهم على الفوز والمكسب يعني حاجه، لا وكمان ايه، وراح قطع وروح وحاجه، بص كمان يا ميدو ياسر، ولو انت بصيت على الجري اصلا تلاقي تحس ان الجري صالح جمعه وهو راجع، بص عليه، بص الروح وهو بيقطع الكوره، بص لا 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 لعيب غير ما شاء الله ربنا يحرسه، واحد اصابه 3-4-5 احمر موجودين داخل 18 نادي المصري، فده بياكد لك ان النادي الاهلي عنده اصرار وعزيمه على المكسب، وربنا سبحانه وتعالى ميدو بيدي المجتهد، والنادي الاهلي طول عمره مجتهد، ده حقيقه، فانا شايف ان كانت بطوله يعني غاليه علينا، وده بياكد نتائج الشغل اللي اتعمل خلال السنه اللي فاتت، انك انت تحصل على الدوري وكاس، وده يعني اقل حاجه بيقدمها لاعبتنا لجمهوره، جمهورنا العظيم اللي وراه اللي طول عمره بيسنده في كل المواقف، اذا كانت مواقف سلبيه او مواقف ايجابيه. اكيد يا كابتن، يعني هنكمل معاكم الحوار المميز وهنشوف كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوها، لكن هنطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم على طول، استنوا.
اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم ومعانا الكباتن الكبار كابتن ماهر همام وكابتن ياسر ريان، ولسه بنتكلم في احداث المباراه والاهلي عموما. يعني الاهلي زعل ناس كتير قوي يا كابتن. فرح ناس كتير. لا زعل يعني زرع يعني جمهور النادي الاهلي طبعا فرحان. شربي عمال يواسي في كل الاجوان. ما تزعلش يا عبد المنصف، ما تزعلش. وكابتن مدحت ليه تعليقات جميله خصوصا في الاجوان طبعا في كاس مصر او في الدوري العام، بتحس التعليقات كده يعني فيها متهزه اللي هو مش مجهزه والله. يعني هو بيقولها على طول تلقائيه. دي حلاوه الكابتن مدحت طبعا في وهو بيختار المباريات الصعبه اللي بالشكل ده، عشان زي ما انت بتقول يا ياسر بتطلع حاجات منه يعني تبقى لازمه جميله وتفضل مع الناس. لو انا بحس ان هو بيحب يشجع يزعل ماتشات الاهلي. بيبو وبشير اه والله بيحب يزعل ماتشات الاهلي، بحس ان هو عايز يعني يقول افيهات فيها. فالماتش النادي الاهلي هو اللي بيساعده. النادي الاهلي بيساعده اللي هو يقول كلام بالزبط. كويس. فزي ما انت قلت يا ياسر كده فعلا ميدو النادي الاهلي بيساعد اي حد على انه يفرح. بيساعد اي حد على انه يكسب ويحصل انجازات. زي ما قلت لك ان مؤسسه النادي الاهلي كلها على بعض عارفه هي رايحه فين، يعني عارفه طريقها للحصول على البطولات والحصول على الانجازات. وده حاجه مشرفانا كلنا، يعني يمكن اللي داخل النادي واللي خارج النادي. يعني هقول لك انا يمكن خارج النادي الاهلي، لكن طبعا عشان اسم النادي الاهلي كل الناس منتعشه. يعني انا شغال في نادي الصيد واخد بالك، وما عندكش فكره يمكن ثلاث ارباع اعضاء نادي الصيد كلهم اهلاويه، نادي الجزيره وكل الانديه طبعا اللي حوالين. شعبيه النادي الاهلي كبيره كابتن ماهر، وحتى ياسر يمكن مش موجود في النادي الفتره دي، لكن كل الناس حاسه بالسعاده دي وحاسه بالانتصارات ديت، وبتقابلك ويعني بتبارك لك على المكاسب اللي بتحصل من لعيبه النادي الاهلي. ومن خلال برنامجك ميدو تملي اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي فعلا قيمه وقامه بشكل كبير جدا، يعني لعيبه اخلاقيا على اعلى مستوى، فنيا على اعلى مستوى، تكتيكيا على اعلى مستوى. عمرنا ما سمعنا ميدو في مشكله من ال 29 لعيب. حتى الاحداث اللي بتحصل في منافسه داخل 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 الجهاز الفني واللاعبين، ويحصل فيها نوع من الظلم ونوع من انا بحيي حسام البدري انه عنده شجاعه، عنده شخصيه ان هو بيعدل. يعني ممكن يجي على لعيب واخد بالك انت، وبعدين بعد فتره كده يفاجئ ان فعلا محتاج انه يعدل هذا القرار. وبيحصل، ودي شجاعه من حسام البدري ان العداله اللي موجوده عليه في خلال شغله هي اللي موصلانا للانجازات اللي احنا بنشوفها دي. فالجهاز الفني انا بحييه من خلال برنامجك، لان هم عندهم نوع من العداله، نوع من الشجاعه. ادوا كل اللعيبه فرصه، وادوا كل اللعيبه الحيز المناسب من خلال اشراكهم في الدوري او في الكاس او البطوله العربيه. انا من خلالك يا ميدو بقول لحسام البدري ارجو انه محدش يمشي، لان دول اتعودوا على شغلك وتعودوا على سيستمك وطريقه لعبك واداء النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي. فانا شايف ان هم افضل من الناس اللي هتيجي، يعني الناس اللي موجوده اللي عايشه الاجواء دي يا ميدو، انا شايف يا ياسر افضل من الناس اللي لسه هتيجي وانت هتجربها والله اعلم. خلاص اعتقد ان كل النقطه. فانا شايف ان وجود هؤلاء اللاعبين حان الوقت ان احنا مش محتاجين حد من بره الا اذا كان مكان معين مثلا كراس حربه، وده يبقى يجي يعني حاجه قويه جدا زي كلوبالي زي ايفونا، هي ده المكان الوحيد اللي ممكن نحتاجه، او حته قلب الدفاع طبعا بعد مشي او رحيل حجازي. لكن بقيه اللعيبه ميدو انا شايفهم بصراحه لعيبه على اعلى مستوى. اكيد اللعيب اللي بيدخل النادي الاهلي بيكون يعني من احسن اللعيبه. النادي الاهلي بيختار احسن اللعيبه واوقع اللعيبه وشخصيه النادي الاهلي. ممكن لعيبه ما تبقاش موفقه، لكن النادي الاهلي بيختار دايما احسن اللاعبين. تعال نشوف كده كابتن ياسر جنون المعلقين بالنادي الاهلي، ونرجع اخد رايك اوكي في الفيديو اللي هنشوفه ده. يلا. ولكن مقاتل ستيف، رجال ستيف، لاعب ستيف، اصرار ستيف، العالية ستيف، يقاتلون على الكرة، اخر كرة وصعبة جدا، توزيعها وصلت، كرة مشات، كرة جات، والحارس والتعادل، التعادل عودها، مش ممكن قتلونا، مش ممكن، الله الله يا الاهلي الله، مش معقولين، مش معقولين بالمرة، عماد متعب عودها في دقيقة 94، ضد الصفاقسي، ضد سيوي سبورت، ضد
ضد وفاق ستيف، مش ممكن، ما فماش فريق يلعب لاخر لحظه وكتب تاريخ وحول وجهه كورس مثل النادي الاهلي. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. الشياطين الحمر يتشيطنوا في استاد شاكر ويخطفون التعادل. ونذكركم بهدف ايضا ضد فريق اكادير في كاس الكاف اللي ترشح لها الاهلي بهدف دقيقه 94. مش معقولين، مش ممكن على هذه الاسطوره الاهلاويه. لا يستسلمون، يلعبوا لاخر اللحظات. ربك يحبهم والكرة تحبهم وهم يحبوا أنفسهم، ولذلك دائما يفوزون. مش ممكن، مش ممكن. 10 ثواني ما زالت، 10 ثواني ما زالت. أهلي هلك من اسم، اسألوا أهلي طرابلس من أين لك هذا، اسألوا أهلي البرج الجزائري من أين لك هذا، اسألوا أهلي جدة من أين لك هذا؟ اسألوا الأهلي الأردني والأهلي البحريني والأهلي القطري والأهلي الإماراتي. عفوا كلكم أهلي، ولكن أعذروني، المسمى مصري. هم من بدأوا باسم الأهلي. 2-1 الآن، 2-1. قول الحق، خليك جريء. النادي الأهلي أحسن فريق. 2-1 فعلوها الرجال، أولاد الرجال. احنا اللي بنجنن الناس بصراحه، الا جمهور الاهلي هو الجمهور الوحيد اللي واثق ان فرقته هتجيب جول في اي ثانيه، حتى ممكن بعد ما الماتش يخلص كمان نجيب جول. يعني هو ده الاهلي، هو ده الاهلي، ده الاهلي، هو ده الاهلي. الاهلي فعلا يا جماعه زي ما قلت لكم، الاهلي لا يعرف المستحيل، الاهلي هو المستحيل نفسه. اتفضل يا كابتن ياسر. بص يا ميدو، يعني احنا مرينا بعصور، واحنا انا برده من ضمن الناس اللي انا برده مر عليها المواقف دي. يعني من ضمن المواقف اللي قابلتني كان مباراه الاهلي والمنصوره، كابتن مارك اعتقد كان موجود فيها في الجهاز الفني. 1-0، 1-1، وبرده في الدقيقه 94 انا احرز هدف خلاص في الوقت زي ما بيقولوا القاتل. يعني لو سالتني اب انت كنت مركز مع الحكم، اب انت مركز في الثلاث دقائق الحكم مش مركز، احنا مركزين نجيب جول، نجيب جول. فدي النادي الاهلي بيمتاز بها طول عمره. طيب لو جينا بصيت على الحاجات اللي بيقول لك النادي الاهلي ما استسلمش، وده حقيقه. ليه؟ طالما انت بتجتهد في المباراه وبتادي وبتجتهد على، احنا على فكره احنا في مواقف بنبقى في وقت من الاوقات لما ادائنا مش كويس بنبقى حتى لو الحكم ادانا 10 دقائق خلاص بيبقى باين على لعيبه النادي الاهلي، لكن ده فترات بسيطه. لكن على طول روح النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي على مدار العصور فعلا بقى عندهم اصرار غير طبيعي يا كابتن ماهر. عشان كده لعيبه النادي الاهلي وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون، يعني المذيعين اللي بيقولوا ده قال لك انا الاحترام الاهلي لقطر والاهلي الاماراتي والاهلي مش عارف ايه، الاهلي المصري. ليه؟ هو خلاص هم عارفين قيمه النادي الاهلي. ومره بقول لك ظروف كتير قوي 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 اللي النادي الاهلي في الدقيقه الاربعه بقى خلاص بقت بالنسبه لنا، بقت على فكره مش اول مره، السنه اللي فاتت اعتقد او اللي قبلها النادي الاهلي ثلاث اربع ماتشات اعتقد الدوري في الدقائق كلها الاخيره، الدقائق الاخيره كلها. ليه؟ يعني احنا مش هندي مباريات للفرق الاخرى، هو ده روح النادي الاهلي يا ميدو وقيمه النادي الاهلي واللي بيلعب في النادي الاهلي واللي مطلوب من لعيبه النادي الاهلي. انت على فكره لعيبه النادي الاهلي قلت لك اللاعب النادي الاهلي مضغوط على طول، سواء بيلعب او اي مباراه ودي مطلوب منه يكسب مباراه وديه، هيدخل في مباراه رسميه، هيدخل في بطوله، هيطلع من البطوله. انت النادي الاهلي لما طلعنا في بطوله على عربيه، انت اللي انت بتقول عليهم في ناس بتبقى زعلانه، في ناس فرحت قوي كتير قوي اللي احنا ودي بطوله وديه. وكابتن حسام البدري قال من الاول لمجلس الاداره اللي احنا داخلين او مجلس المهندس محمود طاهر قال اللي ده قرار سيادي من الدوله اللي احنا ندخل دور المره، عشان النادي الاهلي لو ما دخلش البطوله البطوله ما كانتش هتنجح. ولما النادي الاهلي خرج من البطوله، البطوله اعتقد ما طلعتش بالشكل اللي هو كان مطلوب في البطولات. لكن النادي الاهلي المواقف اللي هو بيكسب في الدقائق الاخيره وبيكسب على فكره انت لو جيت كمان بتتكلم على المعلقين، تعال قبل ما نتكلم على المعلقين تعال نشوف معانا كابتن سمير كمونه، كان ليه برضو نصيب ان هو يجيب هدف قاتل في الوقت القاتل. كابتن سمير اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. ماتش الرجاء يعني يا كابتن، يعني اسيبك في الاستوديو الاقيك جاي لنا في التليفون. عارف والله يعني. طب يعني وبعدين؟ كان معاه امبارح، كان متالق امبارح. منورنا يا كابتن سمير والله العظيم. وحشني جدا. الله يكرمك وانت كمان. كابتن ماهر امام، كابتن ياسر ريان بيرحبوا بيك. برحب بالكرام طبعا. اثنين كبار جدا، الكابتن ماهر همام تاريخ طويل النادي الاهلي، المهم امان بتاع النادي الاهلي برحب بيك. اكرمونا. نجم مصر كابتن ياسر ريان، الجناح الطاير طبعا، في باع كبير جدا في بطولات النادي الاهلي. حبيبي يا كابتن. احنا بنتكلم بقى على الاهداف القاتله في الوقت القاتل، وطبعا احنا شفنا الهدف بتاعك وهنشوفه دلوقتي وهنعرضه وانت بتتكلم معانا.
كان هدف قاتل اتهولنا يا جماعه، هدف كان ابو الذهب ده في الرجاء، ده في الرجاء انا كنت موجود. كمونه راح قلع التيشيرت ومولع الدنيا كلها، ده كمونه وهدي خشبه في الماتش ده. لا عايز احكي لك على القصه صغيره كده عن الموقف دوت او الهدف دوت. طبعا احنا بره البطوله، لكن طموح لعيبه الاهلي وتركيزهم واصرارهم على البطولات زي ما بنتكلموا دلوقتي، النادي الاهلي بيكسب اخر دقيقه بالظبط. فطبعا اخر دقيقه كانت المباراه، كانت مصطفى رابع قال لي روح العب بالنادي، وحسام حسن وابراهيم محمد يوسف وابو الدهب هو اللي يرفع، يعني عمل سيناريو اكنها محاضره بالظبط. فبالفعل حصل ابو الدهب رفعها، رفع المنتج اللعيبه المميزين طبعا محمود ابو الدهب، وانا طبعا احط الهدف من كان من اجمل الاهداف اللي انا جبتها الحقيقه، يعني هدف جميل جدا واحرزنا بيه البطوله من الدقائق الاخيره اللي احنا بنتكلم عليها واللي انتوا بتتكلموا في الاستوديو. ومش بالصدفه ان احنا النادي الاهلي بيكسب يا جماعه بالصدفه زي ما الناس بتقول او بالحظ، لا لو بالحظ مره واثنين، لكن الحمد لله كان ليه الفضل. انت مونا في الدقيقه الاخيره، ابو تريكه في الصفاقس في الدقيقه الاخيره، وليد صلاح الدين، بركات، اسامه حسني، حسام حسن، كل كابتن ايمن شوقي، كابتن كهرباء زيد، كابتن محمود الخطيب، كل الناس اللي النجوم اللي حرزت اهداف في الدقيقه الاخيره مش بالصدفه، ده يا جماعه منظومه ناجحه وتعودت على المكسب وروح السلنة الحمراء تملي تبقى متواجده في الدقيقه 90. وانت عارف بقى اتكلمنا قبل كده الدقيقه 90 وما ادراك الدقيقه 90، اكيد اتكلمنا النادي الاهلي كسب في مباراه المصري الدقيقه 116 و116. انت كنت موجود انت في كمان عدينا انا عايز اسالك سؤال بس يا كابتن سمير قبل ما تكمل كلامك، انت جبت الجول وروحت بجد؟ انت رحت فين صحيح؟ انت عامل سبرنت؟ ليها قصه برضه، انت عارف كنا في المغرب استاد محمد الخامس وكان في حوالي 15 20 واحد. بص يا كابتن ياسر انا كنت في الملعب انا رحت وكابتن مارك كان مدرب، كانوا تعبانين معانا قوي وطبعا متضايقين لحد الدقيقه، هم صفرنا وراه ده ولا ايه؟ فانا رحت احييهم يعني ان هم متواجدين لجماهير الاهلي. كانت سبل؟ كانت جماهير الاهلي بس. كان هولمان. اللقطه دي بتفكرك بايه؟ يعني بتفكرني بحاجات كتير قوي يعني. ممكن تسيبها. هدف جميل وانا طبعا كمونه 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 مين كان المدير الفني؟ كان سبل ولا هولمان؟ سبل ولا كمونه؟ لا لا هولمان. هولمان؟ ده كابتن سمير لا ما انا بنتاكد بس عشان الاثنين مع بعض جم ورا بعض على طول. ثابت كان في الجول رحمه الله عليه كان كابتن احمد وكشري يمكن الجول اللي بعديك لا لا هادي خشبه ضربه جزاء ولا هادي خشبه؟ هادي خشبه ضربه جزاء. كشري عمل ضربه جزاء افتكر وهادي خشبه جابها. الجول الثاني اللي وراه كابتن ماهر همام كان معانا على كشري ضربه جزاء وهادي اللي جابها 2-0. كشري دافع ابطال الدقيقه 46 وكابتن هادي احرز هذا الضرب الثاني. كانت بطوله جميله وعايز اقول لك تعبنا فيها قوي، لكن اصرار لعيبه النادي الاهلي في الرجاله وقعدنا نتكلم مع بعض قبل المباراه. كابتن ماهر قاعد معانا ان احنا مالناش دعوه بالفرقه الثانيه، اولمبيك ريبكا تقريبا واهلي جده كانوا بيلعبوا مع بعض، ساعات الفرصه وارتاح فيها ان احنا نحكي. فعايز اقول لك يا ميدو ان هي دي لعيبه النادي الاهلي. اكيد شخصيه لعيبه النادي الاهلي في البطولات المجمعه او البطولات اللي هي دوري وكاس بتفرض نفسها على الفرق الثانيه بامكانياتها الفنيه والبدنيه وتركيزها واصرارها على البطوله. كل الاجيال كل العصور بتثبت ان لعيبه النادي الاهلي ما بتكسبش بالحظ في الاخيره، لا بالعكس خلي بالك ده تعب شغل جهاز فني ومساند الجماهير ومجلس الاداره. وعايز اقول لك يعني في لعيبه النادي الاهلي فيها شخصيه في الملعب ان هي تقدر تكسب بطولات حتى لاخر دقيقه، بتلعب لحد الدقيقه 90 وبعد انت شفت اخر مباراه كنا مع بعض في ومع فاروق ان احنا بنقول النادي الاهلي اخر خمس دقائق بيغير مصير اي مباراه واي بطوله يقدر ان هو يحصل بطوله. اكيد يا كابتن سمير وانا بضم الصوت لصوتك، طبعا الموضوع مش موضوع حظ خالص، الموضوع موضوع كبير جدا لازم الناس تذاكر يعني ايه الدقيقه 90 ويعني ايه النادي الاهلي بيلعب باخر نفس. كابتن سمير كمونة نجم مصر والنادي الاهلي شكرا ميدو جدا بالنسبه للكلام ده كابتن ماهر معلش انا هفكرك بحاجات ماتش ده على فكره فيه مواقف بقى بتقابلنا احنا في لعبة النادي الاهلي حتى الجهاز الفني بيطلع بره الموضوع مش تقريبا في الجهاز بس الجهاز الفني يقول لك ده ماتشكم خلاص
مش في ايدينا حاجه. الماتش ده لو انت فاكر احنا قعدنا كان الاستاد مش اقل من 60 70 الف مشجع مغربي يكفيها، كانوا مستعدوا يطلعوا ياخدوا خلاص خلاص. واحنا في الوقت ده ما عندناش غير المكسب بس. بص يا ميدو الماتش ده يا ميدو انا لعبت الشوط الاول على فكره فيه يعني انت مش شرط تدي ال 90 دقيقه يعني، حتى الجهاز الفني كان الكابتن ماهر موجود والله يرحمه كابتن احمد ماهر وهولمان قال لك العب لو حتى 45 ده ويطلع بس اعمل اللي عليك. فعلا عملنا كل واحد عمل مجهود غير طبيعي. ليه؟ لعيبه نادي الاهلي في مواقف كده بتقابلك ما ينفعش ما لناش دعوه بجمهور، احنا ما بنركزش مع الجمهور. فماتش من الماتشات ده يا كابتن ماهر لو انت فاكر الدقيقه اللي الكمونه جاب فيها فعلا على فكره رضا عبد العال كله بيحاول يدخل يروح للجهاز الفني يقول له عايز يعني اتخيل في ماتشات في لعيبه ما بتبقاش انت بتبقى مش حاسس موجود وماتش مكهرب والدنيا لا ماتش اللعيبه اللي قاعدين عندك لقطات كلهم يعني انت بس تقول انا عايز اشرب ميه وانت تلاقي اللعيبه كلها جايبه لك انت في لعيبه عايزه تطلب عايزه تغير منهم. رضا عبد العال والله مش ناسيه طلب التغيير من الكابتن ماهر همام واصبر شويه يعني عارف في اصرار ودي ميزه في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. عشان كده كمونا اتكلم المنظومه مش جايه بسهوله. المنظومه مش جايه كده اللي احنا لا في اجتهاد وفي منظومه بامانه ناجحه. وزي ما كابتن ماهر اتكلم في حته الادارات يتوارثها الاجيال. الاداره بتاخد من اداره وبتمشي على سيستم ما تطلعش منه. فده برضو بامانه مجلس الاداره هو اللي بيبقى العمود الفقري والعمود الرئيسي للمنظومه اللي تبقى ناجحه. اكيد طبعا. بص ميدو فنيا معظم الاجوال اللي بيجيبها النادي الاهلي في اخر دقائق بتبقى في احصائيه بتطلع للمدير الفني ان النادي الاهلي بيبقى عنده دوافع وعنده خطوره الخمس دقائق اللي هي بدل الضيع او الوقت الضايع. ومع هذا برضك المدربين ما قدروش ان هم يوقفوا هذا الزحف ده حقيقي واخد بالك وموجوده عنده الاحصائيه الفنيه. خدوا بالكم يا جماعه في اخر خمس دقائق ومن ضمن الاستراتيجيه اللي بينقلها مدرب الخصم عن النادي الاهلي يا جماعه خدوا بالكم النادي الاهلي بيلعب لاخر دقيقه، خدوا بالكم لازم يبقى عندنا تنظيم دفاعي على اعلى مستوى، خدوا بالكم من الخمس دقائق الاخر بيحصل فيهم كذا كذا كذا، التغييرات اللي بيحصل فيها كذا. لكن دي بقى امكانيات النادي الاهلي. لا وبقول له خد بالك حتى لو دخل في الجون برضه مع النادي الاهلي مش يعني الماتش ما انتهاش مع النادي الاهلي. الماتش المصري جه فيه جون والناس خلاص قالت لك النادي الاهلي هيضيع منه الكاس هيضيع منه البطوله. انت مش هقول وبعدين سبحان الله بص النادي الاهلي بدا عمرو جمال وبعدين فتحي وكان ممكن يجي جول ثاني. احنا غيرنا القعده في ماتش المصري كله يا كابتن مير سامح حسرتي كان عندي وكابتن عمرو رمضان غيرنا القعده كلها. بتتفاعلوا تشاور بقول لك ايه سامح حسرتي غير القعده كلها اقعد هنا وانت قلت له بقول لك ايه انا مش بقعد عندي في البيت واكسب. عارف ميدو اللي ايه؟ قال لي اول ما قعد لسه قاعدين قال لي خلي بالك يا كابتن ياس انت كنت هتيجي تتفرج عندي في البيت انا ما بقعدش غير ما بكسب. قلت له ايه يعني لا قدر الله خسرنا هتبقى المشكله فيك. بقيت قاعد والله يا ميدو الجون التاني ما جه لقيتنا كلنا قاعدين نحضر ده كده قاعدين في المدرج. اه بالظبط. قلت له هتفعل وتشاور عليا انا بقى. ده قلت لي غيرت كوبايه باين غير كوبايه قاعدين محمود عشت الاجواء دي. لا يا كابتن لسه بيقول انت عارف محمود صاحب الكابتن رمضان قال لك العيب مش في القعده العيب في الكوبايه اللي محطوطه. والله بيتكلم بجد وحرك الكوبايه من جد. بيتكلم بجد والله بيتكلم بجد اصلا انا عارف حاجه شارب الكوبايه. أما أول ما جون جه أما لقيت واحد قاعد أكنه بيتفرج في الإستاد قال لك أنا قلت لكم ما بس الكوباية الكوباية. قلت له طب إيه ده أنا قلت لكم قلت لكم يا كابتن مالك ليك مواقف زي كده. فأنا عايز أقول لك التفاؤل والتشاؤم ده كان زمان لكن دلوقتي خلاص بقى في إمكانيات يعني زي ما كابونا قال لك إمكانيات بدنية وتكتيكية والحرمان كمان يا ميدو اللي بيقع على اللعيبة دي يعني بقالهم سنتين ما ريحوش. تخيل انت سنتين بس في تشاؤم وتفاؤل لغايه دلوقتي يعني لكن انا عايز اقول المدربين بيتفائلوا وتشاؤم بقميص الاسود بص يا ميدو الحظ الطقم الاسود الحظ التملي بيدي اللي بيجتهد اللي بيروح يعني يقول لك النادي الاهلي محظوظ يا عم النادي الاهلي مش محظوظ النادي الاهلي فعال النادي الاهلي ايجابي النادي الاهلي بيهاجم من اول دقيقه لاخر دقيقه النادي الاهلي بيضيع فرص واخد بالك على الجول فربنا سبحانه وتعالى يديلك لكن انت لما ما بتروحش خلاص ربنا هيديلك ازاي لكن النادي الاهلي طول عمره بيروح ويضيع يروح يضيع فربنا سبحانه وتعالى بعد كده بيبدا يدي في اجتهاد وفي تعب وفي شقه لعيبه تدريب وحرمان واخلاص ونوم وتركيز وتغذيه بشكل عامل ازاي ففي في في قلبك وجعك عضلاتك وجعاك واخد بالك وبعدين بتخرج من بطوله لبطوله وبعدين النادي الاهلي عيني هو النادي الوحيد كمان محسومه بره الملعب اتحط تحت ستريس كل بطوله داخلها
لازم يكسبها الماتشات الوديه لازم يكسبها حتى المباريات الوديه زي ما ميدو بيقول. فانت عايز اقول لك كابتن ماهر ده كمان محسوب عليك كمان بره الملعب بره الملعب ده بره الملعب انت خرجت فين وكلت ايه وكنت شفت ايه يعني موضوع مش سهل وانت في المكان فين والمكان ده اجتماعي ولا مكان مش مظبوط كلها ضغوطات يا عيني على اللعيب بيتحط حسب عليه كل حاجه بالظبط. فدي شخصيه النادي الاهلي شخصيه لعيبه النادي الاهلي. فربنا سبحانه وتعالى بيدي يا ميدو المحروم بيدي التعبان عشان كده كتمر اي لاعب بيجي النادي الاهلي حتى لو هو مش ماشي على الطريق بتاعنا هيمشي على الطريق بالزبط بتاعنا بالظبط غصب عنه هيمشي بره خالص بالظبط ما عندوش غير طريق واحد ما ينفعش يعني احنا برضو جه فتره من فترة كنا بنقول لازم صالح جمعه يهتم بابن صالح لعيب كويس مش عارف خلاص مش على النادي الاهلي دخل في طريق النادي الاهلي هو ما ينفعش ينزل عليه. فده اهم حاجه لعيب النادي الاهلي زي ما حضرتك كلمت يا كابتن ماهر هو ده طريق النادي الاهلي هو طريق واحد ما ينفعش على فكره النادي الاهلي ياخد مركز ثاني مركز ثاني عندنا زي الاخير عشان كده النادي الاهلي متعود يبقى الاول حتى في الناشئين على فكره في النادي الاهلي الولد ما ياخدش بطوله الاقيه طفل يا بنت متعود من صغره على البطوله واللي بيجي من بره النادي الاهلي برضه لازم يتعود على اللي ياخد بطوله بالزبط. وحصلت معايا انا اول ما جيت نادي المنصوره متعود في نادي المنصوره اكسب ماتش نتعادل ماتش الدنيا حلوه يعني ادافع هاجم مفيش مشكله. اول مره النادي الاهلي وخسرنا ماتش مش عارف مين في كنا بنلعب في المولين مش عارف اجيب حتى اكل انت ياسر مره من المرات انا شفت لقطه في قال لك الدنيا حلوه في النادي الاهلي يا ميدو احنا خسرنا بطوله انا شفت الاولاد اللي كان ماسكهم ياسر قاعد يبكوا والله بيعيط كل البراعم اللي في النادي الاهلي يعني حصل لهم كابتن والله بتيجي من المدير الفني طالما انا حاطط للولد غريزه اللي انت النادي الاهلي ما ينفعش يخسر بيتعود عارف المدرب لو هو عادي جدا عشان كده اغلبيه اللعيبه المصريه ما بيجي مدرب اجنبي هو مش هياخد الاحساس بتاع المدرب الوطني يعني حضرتك لما تمسك فرقه كابتن ماهر مهما كان المدرب الاجنبي مش هيوصل الاحساس بتاعك زيك عشان كده كابتن حسام البدري ما جم مرت النيون مشى انا كنت اول واحد مش برشحه كده لا راجل اشتغل من اول مساعد معاك لغايه ما مسك مدير فني لغايه ما مسك فخدها تدريجي وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف يعني ايه بطوله يعني عشان كده في اوقات الناس كانوا يقول لك ايه هو كابتن حسام بدر على طول ما بيضحكش قلت له يضحك ايه طب ادخل من المباراه انا هقول لك يا ياسر موقف اكد لك كلامك ده ميدو قبل محسام اخفق مع المنتخب الاولمبي اللي كان ماسك المنتخب الاولمبي وبعد الاخفاق اللي حصل للمنتخب الاولمبي وطبعا هو مش محظوظ في الجزئيه ديت قعد 6 اشهر ما بيشتغلش او 7 اشهر ما بيشتغلش لكن خلال 6 اشهر دول كان بيذاكر لعيبه النادي الاهلي تخيل ده حقيقي كان بيذاكر لعيبه النادي الاهلي لعيب وكان يتمنى ان يقع عليه اختيار في هذه الفتره يعني كان عنده حس كبير جدا ان هو ممكن يقع عليه الاختيار فكان بيذاكر لعيبه النادي الاهلي وبيذاكر واخد بالك ويجيب التدريبات بتاعه مارتن ليول ويجيب التدريبات مع المدرب اللي قبله فده ده 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 بياكد لك انه راجل عايز ولما وقع عليه اختيار سبحان الله سبحان الله اجتهد والله اجتهد بشكل كبير جدا النهارده هو يعني ثمار هذا التعب ربنا كرمه ببطوله الدوري وبطوله اتمنى ان شاء الله البطوله دي باذن الله ربنا كنت بتكلم عن حتى من الجزئيات اللي انا كتبتها اللي هو اللي النادي الاهلي بياخد بطوله مش من فراغ ليه؟ اولا انت معاك جمهور كبير جدا وجمهور عظيم ورا النادي الاهلي خلي بالك الجمهور ده قدام الشاشات احنا لسه جمهورنا ما دخلش في الملعب الجمهور ما دخلش الملعب على فكره بالزبط. في 50 60% بقى في خضه للفرقه اللي قدام تاني حاجه بقى في مجلس اداره عايز الفرقه وبيساعدك مش في منظومه كره القدم بس في الالعاب كلها عندك عمال العمال بتوعنا اللي هم بيساعدونا اللي هو كان حنف ولا مك ولا سيد عواد ولا حارس ولا ناس اللي موجود لا طقم انت بتتكلم على ناس الاداريين اللي موجودين على رسوم طبعا الكابتن سار عبد الحفيظ الجهاز الفني على رسوم حسام البدري كابتن حسام البدري انت واللعيبه انت بتتكلم على منظومه لازم تاخد بطوله انا بكلمك كل ما بكلمك ليه انت جربت جزئيه عشت في النادي الاهلي عارف اللي انت كل حاجه موفره لك كل حاجه بتساعدك ان انت تاخد بطوله وعايزينك تنجح مش مثلا بطوله اللي مجلس الاداره عايزك تقع او مش عايزك ما تنجحش لا مجلس الاداره واللعيبه والجهاز كله عايزك انت كلاعب لوحدك لشخصك تنجح وفي منافسه بينه وبينك اكيد يعني النادي الاهلي فيه ميزه وده اللي بينجح النادي الاهلي برضه يعني احنا في الوقت اللي احنا كان فيه كان موجود يا كابتن ماهر وانت كنت موجود كان الكابتن اسامه عرابي دخل اوت فيندر لكن كان في محمد عمار في مجدي طلبه في ياسر ريان في احمد نخله في سعد في كتير بعد ابراهيم حسن بس كان بكرات لوحده في يعني هنقول ان في 11 راجل دايما موجودين في ملعب النادي الاهلي فاصل وهنرجع لحضرتك على طول يعني اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم ويعني كابتن ماهر اللعيب اللي لفت نظرك قوي الموسم ده
ومين اللعيب كنت متوقع ان هو يبقى عنده طفره في مستواه ولكن هو كان مستواه ثابت، ومين اللعيب العكس، مين اللعيب كنت متوقع ان هو مستواه كده وعمل طفره ومجهود يعني كل الناس لاحظته؟ بص يا ميدو، هو يمكن لو احنا هناخد خط كده نبدا بشريف اكرامي من بحراس المرمى. يعني شريف بعد مارتن يول والحاله النفسيه اللي وصل ليها شريف وخبالك وكان بعيد عن المستوى، عوده حسام البدري اديته الثقه دي ورجعته الثقه ديت. النهارده شريف بصراحه يعني من ضمن الحراس الاساسيه اللي في النادي الاهلي وفي منتخب مصر، ويمكن من ضمن الناس اللي ساعدتنا على البطولتين اللي احنا حصلنا عليهم بشكل كبير جدا، الدوري العام وكاس مصر. اللعيب برضك يمكن لفت نظري وشايف ان هو بيتحسن من فتره لفتره، السوليه. يعني من ضمن اللعيبه اللي بتثبت نفسها بشكل كبير جدا في نص ملعب النادي الاهلي، مؤثر يمكن الفتره دي بشكل جميل، ويمكن يعوض لنا طبعا غياب حسام غالي القائد العظيم اللعيب الموهوب اللي هنفتقده في خلال الفتره القادمه في وسط ملعب النادي الاهلي. يمكن في الجزء القداماني في اكتر من لعيب، يعني يمكن في وليد بخبرته، في مؤمن بخبرتهم برضك يمكن ساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا على احرازه ليمكن بطولتين الجمال اللي احنا عبد الله السعيد على على على, على فترات. يعني في سعد سمير في قلب الدفاع برضك طور نفسه بشكل كبير جدا. احمد فتحي بيعتبر من لعيبه الجواكر، يعني فعلا تقدر تعتمد عليه في اي مكان يعني. بالظبط. معلول على فترات برضك افادنا بشكل كبير جدا في الحته ديت. والله جبل الشمال عندنا كلها بصراحه، ايا كان معلول او حسين السيد او صبر رحيل بصراحه اللعيبه اي واحد فيهم بينزل لك اقل اشتراكا من معلول. بس انا بتكلم على ادائهم حتى لما موجودين على فترات بيبقى شكلهم كويس يعني بامانه. يعني برضه كابتن ياسر نفس السؤال، مين اللعيب اللي لفت نظرك قوي في يعني لفت نظر؟ طبعا ما فيش شك يعني صالح جمعه كان، لا صالح جمعه يعني من اللعيبه اللي كانت بارزه في الفتره خاصه الاخيره. لعيب مميز، لعيب احنا كنا بنقول اللعيب ده يعني لابد كان بره الملعب قبل الملعب نفسه، من اللعيبه اللي مميزه اللي هي من زي ما بنتكلم على بوتريكا وبركات، وفي لعيبه كان لهم بصمات كده مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. برضو صالح جمعه اذا كان، وفي ده اللي حصل معاه الفتره الاخيره اللي هو لما حافظ على نفسه بقى ظهر فعلا بشكل يعني فعلا بيفيد النادي الاهلي وفيد منتخب مصر. بالظبط. ده من اللعيبه اللي هي مميزه. عندك برضو وليد سليمان زي ما كابتن ماهر اتكلم برضو عليه، لا من اللعيبه المميزه جدا، من اللعيبه اللي انا احب لعبها، لعيب المجتهد جدا، بيعرف يجيب جون، بيعرف يدافع ويهاجم، عنده مزاج كتير قوي قوي قوي، والحمد لله يعني الفتره الاخيره كمان وليد بيستفاد بيستغل الحاجات دي بشكل كويس. برضو من اللعيبه اللي ظهرت، انا مش عايز نتكلم برضو عندنا عن النادي الاهلي، ليه؟ لو اتكلمنا عن لعيبه النادي الاهلي كلهم بلا استثناء، كلهم لو كل واحد تلاقي كله عنده مميزات. صح. اقل يعني احنا لو اتكلمنا على عيوب او سلباته، سلباته حاجات بسيطه، لكن اللي ظهر عندنا في الدوري اللعيبه الثانيه في الدوري، في كابوريا في المصري من اللعيبه اللي ظهر، احمد جمعه، في لعيبه ظهرت بشكل كويس قوي خاصه لعيبه المصري يا كابتن ماهر، كانوا بصراحه بامانه عملوا زي ما بيقولوا عملوا لنفسهم تاريخ جوه النادي المصري. ممكن يكون انجازهم الواد السنه دي وصل الكونفدراليه، وصل نهائي كاس، يلعب مع النادي الاهلي في السوبر، عملوا نفسهم بصمه جوه النادي المصري. في لعيبه ظهرت افارقه برضو بامانه، لعيبه الافارقه في الدوري المصري، لا مش عايز اقول حد بعينه، لكن كلهم بشكل اضافه كبيره قوي كانت موجوده في الدوري المصري. حلو يا كابتن ياسر. برضو نطلع من نطاق البطوله المحليه الدوري والكاس يا كابتن ماهر، عندنا مباراه مهمه جدا جدا جدا، الاهلي والترجي، وشايف المباراه دي ازاي، وكابتن حسام البدري هيستعد لها ازاي، هيستعد لها بمين قوي؟ هو طبعا الترجي احنا شفناه في البطوله العربيه، صاحب البطوله العربيه، وده مقياس يا كابتن ماهر، يعني ممكن يكون ده مقياس رؤيه حقيقيه. لان هم لعبوا فول تيم. أوكي. يعني هم ما كانش عندهم نواقص، يمكن افتكر لاعب او اثنين. فانت النهارده عندك اعداد ذهني ومشاهده جيده جدا لفرقه الترجي من خلال البطوله العربيه، اقرب حاجه لينا. يعني انت اتفرجت على حراسه المرمى، اتفرجت على الرباعي خط الظهر، اتفرجت على اثنين الديفندر اللي موجودين في نص الملعب، عنده ثلاث لعيبه من اميز اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب الهجومي، عنده راس حربه اللي جاب فينا جول اللي هو بتاع طه ياسين اللي هو مهاجم الترجي ومنتخب تونس. يعني انت شفت
منتخب منتخب تونس الخنيسي منتخب تونس شفته يا ميدو من خلال بطوله عربيه وكانوا بيلعبوا فول تيم معظم المباريات. البنزرتي طبعا من المدربين اللي عندها حنكه وعندها خبره بشكل كبير جدا. بالظبط. وبعدين بيعرفوا يلعبونا بشكل كبير يعني هم معانا بيبقوا حاجه تانية يعني هم قريبين جدا من وشبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا يا ياسر من ناحيه الاعمار السنيه من ناحيه الخبرات من ناحيه اللعيبه الدوليه من ناحيه البطولات حصولهم على بطوله البطوله العربيه اديتهم دافع بشكل كبير جدا. اكيد 55 مليون بالنسبه لهم يقدروا يعملوا يقدروا يجيبوا 3 4 لعيبه على اعلى مستوى يساعدوهم في مباراتنا مع النادي الاهلي يعني الماده هتساعدهم بشكل كبير جدا انك انت تقدر تضيف احسن اللعيبه احسن الاماكن اللي انت هتحتاجها في تدعيم الفريق الترجي في خلال الفتره اللي فاتت هتساعدهم بشكل كبير جدا اللي هو الجائزه الماليه. اكيد حلو. انت ضفت عندك في قائمتك ازارو واحمد الشيخ وهشام محمد. بالظبط يعني انت برضك كحسام وجهاز فني واللاعبين شفنا الترجي ثلاث اربع مباريات بتوع البطوله العربيه حفظنا اللعيبه شكلها وضعها امكانياتها البدنيه امكانياتها الفنيه امكانياتها التكتيكيه. المباراه الاولى عندنا اكيد هيلعبوا بشكل في توازن دفاعي بشكل كبير جدا واحنا عارفين ودي المدرسه اللي بيعتمد عليها نادي الترجي ان هو يدافع وهو معوش الكوره بشكل جيد في نص ملعبه ويحاول ان هو يضغط ويستخلص وبعدين ما يستخلص بيعرف يطلع بالكوره زي ما قلت لك ان هو عنده الجزء القداماني لعيبه مهاريه وعندها جانب التكتيك بشكل كبير من ناحيه المهاره من ناحيه الجمله التكتيكيه من ناحيه الكوره الثابته عنده قلبين دفاع بيلعبوا الكور الثابته بشكل كورنر او فاولات الجانبيه او الاماميه مؤثرين بشكل ان عندهم عنصر طول بشكل كبير جدا. عندهم مشكله في خط ظهرهم يا ميدو الاربعه اللي ورا في حته التنظيم الدفاعي قليلين قوي عندهم العمق الكورسات العرضيه بتسبب مشكله معظم الاجوال اللي دخلوا فيهم كورسات عرضيه فاولات جانبيه في سرعات بالنسبه لهم بيقفوا على خط واحد مفيش تغطيه وميلان. اكيد الكابتن حسام الملاحظات دي سكنه عنده وعشان واكيد هم هيتعلموا من اخطائهم برضه يا كابتن. لكن موجود عندهم يعني في الخط ده موجود عنده ثوابت. معظم المباريات اللي جه فيهم اجوال في البطوله العربيه او البطوله الافريقيه من العمق او كوره ثابته كورسات عرضيه بيبقى فيها ضعف بالنسبه لهم لكن هم مؤثرين في الحاجات الهجوميه اللي علينا عشان أكيد. عندهم عنصر طول بيقدروا كوره ثابته يقدروا يشتغلوا فيها بشكل جيد يعني. اكيد اكيد يا كابتن ياسر برضه عايز اشوف برضه وجهه نظرك او اسمع وجهه نظرك. بص يا ميدو مباراه الترجي هو لازم كلنا نعترف اللي هو كتاب مفتوح للفرقتين الفرقتين كتاب مفتوح للاثنين طبعا مفيش شك وخاصه البطوله العربيه ما كانش مقياس اصلا لفرقه الترجي حتى لو ما كانش خد البطوله برضه مش مقياس للترجي والاهلي لو ما خدش البطوله ده كلها كانت بالنسبه اغلبيه الفرق جايبه الفرقه الترجي بتاعها النادي الاهلي نفسه كان واخد البطوله في الاول اللي بيشوف برضه في لعيبه كانت ممكن تقعد ممكن تمشي في حاجات كده لكن البطولات اللي هي زي بطولات افريقيه هو درسك كويس جدا لازم نبقى متفقين واحنا دارسينهم كويس قوي يعني الفرقتين درسين بعض وخاصه المباراه اللي هي بتبقى افريقيه ومباراه اللي هي بتبقى فيها انت ممكن لا قدر الله احنا نخسر هنا ممكن تروح تكسب الترجي هناك وبرده العكس فالمباراه ومباراه صعبه جدا على الفرقتين لكن اكيد الكابتن حسام البدري والجهاز الفني بيدرس دارس او هيشوف بيتفرج على الفرقه دي كويس قبل حتى البطوله العربيه لازم يدرس الفرقه كويس بيشوف مفاتيح اللعب بيشوف طريقه اللعب بيشوف اذا ما كابتن مروان اتكلم على النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه امتى بيدافع وامتى بيهاجم وايه الخطوط الضعيفه اللي عنده والخطوط القوه وفي وامتى ممكن اضغط على الفرقه دي امتى في الدقيقه كام كل ده هو اكيد بيدرسه واكيد احنا برضو الفرقه برضو زمان انا بتكلم عن النادي الاهلي الفرقه الثانيه انت بتلعب فرقه برضو مش سهله فرقه قويه فرقه لها احترامها في الدول في البطولات العربيه والافريقيه فلها مقاييس كتير قوي لكن برضو هنيجي نتكلم النادي الاهلي خارج واخدين بطوله كاس بالنسبه لنا بطوله بالنسبه لنا كانت فتره بعيده فالدوافع النادي الاهلي اكتر البطوله العربيه ما كانش مقياس اللي انا معنى ان انا اخد بطوله ده هو كان مقياس اللي انا هكسب لا ملهاش اي مقاييس لكن بالعكس النادي الاهلي قلت لك قبل كده النادي الاهلي ما ننفعش نطلع في بطولتين ورا بعض صعب جدا لكن ممكن نكون نطلع في بطوله عربيه تلاقينا على طول كاس مصر لا قدر الله اخفقنا في بطوله ما ننفعش نطلع من بطولتين فعشان كده مباراتنا مع الترجي
هتبقى مباراه حلوه، مباراه كره قدم تتفرج عليها، على فرقتين كبار، فرقتين انت تحب. لكن ان شاء الله باذن الله نتمنى لعيبه النادي الاهلي زي ما هم برضو يعني على طول بيخلونا من البطوله من الماتشات بننهي المباراه من هنا، ما نستناش نلعب هناك ونبقى منتظرين النتيجه. ان بتبقى بالنسبه لك لما تعمل هنا نتيجه ايجابيه تريحك بتفرق معاك هناك. اه ما بتفرقش معانا، ممكن ان احنا نتعادل هنا ونروح نكسب هناك، احنا النادي الاهلي ما بتفرقش، وخاصه في ماتشات بنبقى متعادلين ونروح نكسب الفرق على ملعب. لكن انا اتمنى من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان شاء الله باذن الله، وده اعتقد في حساباتهم، المباراه بالنسبه لهم ان شاء الله يريحونا من هنا بلغه كره القدم يا رب. ما يريحونا من هنا هتفرق قوي قوي قوي، وخاصه المباراه هناك هتبقى احنا بنكسب هنا، كل ما بتكسب بنتيجه كبيره كل انت هناك بتروح ترتاح اكتر. بس يعني مفهوم النتيجه الكبيره كابتن ياسر اختلف شويه. لا النتيجه الكبيره مش اللي انا على فكره، انا ممكن اكسب 1-0 هنا واروح اتعادل هناك بالظبط يعني. بس انا بقول لك اما اكسب 2 غير ما اكسب 1، اما بكسب 3 غير ما اكسب يعني أكيد. كل ما انت وفي نفس الوقت خلي بالك من الجون اللي يدخل فيك هنا برضه، خلي بالك مش معنى ان انا انزل اهاجم، وده برضه لعيبه النادي الاهلي عارفين بخبراتهم والجهاز الفني اكيد بيقول لهم خلي بالك انت ممكن ما تبقاش. وكابتن مريم في الحضر مع الحاجات دي كلها كمان دلوقتي قال ان هم عندهم خط هجوم وعندهم التحول. انا عشان كده ما انا لو رجعت الكلام انا كنت بقول لك اكيد النادي الاهلي بيدرس الفرقه دي كويس قوي، خطوط الضعف والقوه فيها والخطوط اللي هي الدفاع والهجوم للمباراه مش سهله، قلت لك مباراه صعبه على الفرقتين. تمام كابتن ماهر، يعني كثره اللاعبين الجاهزين مع كابتن حسام البدري شايف الموضوع ده ازاي؟ هو طبعا كابتن حسام بيبقى حاطط في دماغه سيناريو اتفضل بالظبط زي ما انت قلت كده ميدو، قصه اللاعبين هم ما شاء الله 29 لعيب احنا شفناهم كلهم اذا كان في البطوله العربيه او في الدوري، واخد بالك، وكلهم خدوا فرص بالنسبه للكابتن حسام زي ما قلت لك كان في عداله بالنسبه للجهاز الفني. لكن الكابتن حسام ميدو في المباريات الصعبه اللي بشكل ده بيعتمد على 17 18 لعيب، هم دول اللي موجودين معاك. طب استاذنك اخد بس تليفون معانا الاعلامي التونسي فراس بن صالح. اهلا بيك يا استاذ فراس. الو، اهلا وسهلا ومرحبا بك حميد، ومرحبا بكل الضيوف. معانا كابتن ماهر امام، كابتن ياسر ريان، نجوم مصر السابقين، نجوم النادي الاهلي، بيرحبوا بيك ومنورنا في قناه الاهلي. يعيشك، مرحبا بيك وانت كذلك وبكل الضيوف. اهلا بيك. يعني كنا بنتكلم دلوقتي اثناء اتصالك او اتصالنا بيك بنتكلم عن مباراه الاهلي والترجي المرتقبه، بنتكلم عليها من دلوقتي على ان احنا عارفين اهميتها، شايفين الموضوع ازاي عندك، وخصوصا حضرتك كاعلامي بتتناوله هذا الموضوع ازاي؟ هي مباراه مرتقبه كذا لا محاله بين الزوز من اعرق الفرق الافريقيه لا محاله، سوى النادي الاهلي او الترجي الرياضي التونسي. الاوساط الرياضيه أنا مهتمة بالمباراة هذه كما مهتمة بكامل لقاءات الفرق التونسية في المسابقات القارية، سواء الترجي والنجم الساحلي في رابط الأبطال ولا الصفاقسي والأفريقي في كأس الكونفدرالية. مباراة الترجي والأهلي مباراة مهمة للترجي الرياضي التونسي من أجل بلوغ الدور لنصف النهائي في كأس رابطة الأبطال، وممكن كانت البطولة العربية هي كانت فرصة لزوج فرق باش يشاهدوا المستوى نتاعهم عن قرب، يعني البطوله العربيه اللي تمش فيها الترجي مؤخرا. اكيد ممكن الاهلي السنه دي، مش الاهلي نتاع السنوات الفارطه، يعني ممكن للاهلي اسبقيه تاريخيه على مستوى الانتصارات ضد الفرق التونسيه سواء على النجم وعلى الصفاقسي. هذا ممكن في الاعوام السابقه، لكن نشوف انه في هذه السنه او في الاعوام الاخيره القليله الماضيه انه هناك صحوه لكره القدم التونسيه سواء على مستوى الفرق او كذلك على مستوى المنتخب. اكيد اكيد. يعني البطوله العربيه كانت مرايه لهذه المباراه المرتقبه، ولا شايف البطوله العربيه كانت مجرد مباريات تجريبيه لفريق الاهلي وفريق الترجي تحديدا؟ البطوله العربيه لو كان باش نحكيو على البطوله العربيه هذه السنه، كانت البطوله العربيه مغايره على الشكل القديم، وانا حسب اعتقاداتي الشخصي كصحفي رياضي وناقد اعلامي صار بطوله سهله لمرحله، لكن كانت فرصه انه ممكن للنادي الاهلي في البطوله العربيه كما هو هذاك مستواه الحقيقي، كذلك الترجي ما كانش مستواه الحقيقي في البطوله العربيه بما ان بطولة كانت على 10 أيام، وكذلك مش كيما أهمية
رابطة الأبطال الإفريقية اللي هي مسابقة قارية معترف بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفيما بطولة إقليمية مثل البطولة العربية اللي تعتبر على شكل بطولة مصغرة على 10 أيام. لكن هذا كانت فرصة للفريقين باش يتعرفوا على بعضهم على الكرة، وخاصة أنه الفرنسي عنده فكرة على الأهلي المصري سوى في الكرة المصرية والكرة التونسية، يعني علاقة كبيرة يعني. أكيد. كنا في قارة أفريقيا وكنا نعرف اللعيبة التونسيين المتواجدين في مصر على ذكر علي معلول. أكيد علي يعني بيمثل الكرة التونسية أحلى تمثيل. نعم. بقول لحضرتك علي معلول بيمثل الكرة التونسية يعني خير تمثيل. بالطبع علي معلول لاعب كبير، على علي معلول الى حد الان النادي يتفق في مقاس اللاعب مكان علي معلول الظهير الايسر، افضل ظهير ايسر في البطوله التونسيه سابقا وفي الكره التونسيه حاليا دون ادنى شك. ما بعرف فيما ليه مستواه غير منتظم مع الاهلي المصري، بالرغم انه مستواه مع المنتخب منتظم، هل استطرني الراي في هذا؟ يعني ان شاء الله علي لعيب كبير، واكيد حضرتك عارف ان هو علي لعيب دولي، وان شاء الله بس فراس يعني انا بشكرك جدا، ان شاء الله يكون لينا لقاء قريب جدا برضو من خلال التليفون علشان نتكلم في تفاصيل هذه المباراه يعني عن قرب ان شاء الله. كل الشكر ليك استاذ فراس بن صالح الاعلامي المميز التونسي، شكرا جدا لحضرتك. يعني وقتنا خلص يا كابتن ماهر للاسف. وقتك يعني انت مش وقتنا. نورتنا يا شباب، الله يخليك يا كابتن، شكرا جدا وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. كابتن ياسر شكرا جدا، مصر شكرا جدا، شكرا جدا بوجودي معاكم كابتن مير، طبعا كابتن طبعا شكرا. يعني وقتنا بيخلص معاكم بسرعه وللاسف، يعني قبل ما اقول لكم تصبحوا على خير هسمعكم هتاف وحشني قوي انا شخصيا واكيد وحشكم جدا جدا، تصبحوا على الف خير واسمعوه عشان يطلع الروح الاهلاويه اللي جواكم.